موقع القاهرة 24 نشر تحقيق أنا شخصياً بعتبره إنذار حقيقي لمكاتب الجواز المنتشرة على السوشيال ميديا. المكاتب دي دون ترخيص وبدون ورق، مجرد صفحة على الفيسبوك بتبدأ البنات والشباب يبعتوا مواصفاتهم لاختيار شريك الحياة في واقع افتراضي ملوش أساس أو مصداقية، وطبعاً ده من خلال دفع رسوم استمارة عن طريق تحويل بنكي أو موبايل، ومحدش عارف الصور دي بتروح فين ومين بياخدها ومين بيعمل بيها ايه. وفي حالات من البنات دي تم ابتزازها بالصور اللي بعتتها. في السنين الاخيره مع زياده عدد مستخدمين الانترنت في مصر ومواقع التواصل الاجتماعي وقلة فرص العمل، بدأوا ناس كتيرة جدا يتجهوا للتربح من مواقع الانترنت بشكل عام وفيسبوك تحديدا بشكل خاص، فبدأ ان هم زي جروبات البيع اونلاين بدأوا ان هم يعملوا مكاتب زواج اونلاين استغلال للأزمة اللي موجودة، فبدأت كتير من المكاتب بتعمل جروبات او صفحات بيجز بحيث ان هم بيوفروا رصيد في الحلال. هي الأزمة هنا ان الجروبات دي ما لهاش اي تنظيم، ما فيش اي وجود ليها على ارض الواقع، هي مجرد حد قاعد في البيت بيعمل المكتب ده في مقابل ان هو بياخد نسبه من الطرفين. المشكله الحقيقيه بقى يعني مكتب الزواج الموجود على ارض الواقع، انت لما بتروحي بتقدمي ورقك او صورك او حاجه هم بيتبينوا من الشخصيه الاول، بيتاكدوا ان في شخصيه حقيقيه موجوده، في اوراق حقيقيه موجوده، فبتتمنع عنهم يعني ما يكونش قدامهم فرصه ان هم يتلاعبوا، مجال التلاعب بيكون قصير، انما على الفيسبوك انت ما تعرفيش انت بتكلمي مين، ما تعرفيش الشخصيه الحقيقيه دي مين، ما تعرفيش الشخصيه دي هتستغل علاقتك والمعلومات اللي اديتها لها ازاي. فدي هي المصيده، بدات تبقى مصيده بشكل كبير ان هم مصيده الابتزاز، مصيده الاستغلال، مصيده حتى لتجنيد بعض البنات في شبكات اعمال منافيه للاداب وحاجات تانية كتير.